خلاص بقى يا حماتي، خلاص بقى، حقك عليا، ما تزعليش والنبي. حماتي دي في البيت يا أستاذ مصطفى، هنا أنا أبلة النظرة، وحضرتك مدرس مهمل وسايب شغله ومتجاوز أيام أجازاته وبينتظر جزاء وتحقيق أيام أسود من قلب الكافر. والنبي ما تقوليها، خلاص يا أبلة، أنا مش ناقص والله، ده أنا بقالي أسبوع من ساعة اليوم إياه وأنا مش عارف أودي وشي منك فين. أودي فين؟ يسلي وشك سوف قوي يا أخويا. هو أنت لو بتتكسف كنت عملت كده في عيالك وأمك يا جبار يا مفتري. لا ولسه فاكر النهاردة تيجي تقول معلش بعد ما لقيت نفسك متحول على التحقيق. موضوع أمي وعيالي ده حاجة شخصية، مش كده ولا إيه يا أبلة؟ يا أبلة النظرة. لا والله، لا والنبي. طب خلاص يا أستاذ مصطفى، روح قول اللي عندك للمحقق، انت موقوف عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق. ها؟ لا والنبي، الله يخليك يا حماتي، ربنا يسترك. يا ماما، ياما، ياماتي، انا مش ناقص، ده نوجة لسه مدبساني في قسط حضانة العيال بدل امي. ده انا لو اتجازيت هتشلوح. يرضيكي، يرضيكي جوز بنتك يمد ايده قصاد بالسيدة ولا يروح يقرا في الامام الشافعي. يا حبيبي يا اخويا، يا حبيبي مؤثر قوي. انا شخصيا يرضيني، ومش جوز بنتي وبس، لا يرضيني بنتي نفسها تشحت جنب منك وتلم الرحمه معاك. ها، تستاهلوا بقى على رخامتكم وعمايلكم في خلق الله، وانا اولهم. بس العيال بقى للاسف مالهمش ذنب يا حرام. الله يسترك يا اصيله يا بنت الاصول. بس سؤال، يعني لو في اساءه ادب اسأل يا اخرة صبري. عدم الا مؤاخذة، انا اتجوزت نجلاء وهي عندها 23 سنة، حضرتك بقى خلال الربع قرن ده كنت فين؟ عندك اعارة ولا حاجة؟ ليه، هو حد بيقعد ربع قرن في اعارة يا مصطفى؟ امال اسم النبي حارسها نسيتي تربيها ولا ايه؟ بتقول حاجة يا مصطفى، سمعك بتبرطم. لا ابدا ابدا، سلامتك يا أبلة. انا معايا قرصين مشبك من طنطا وعلبه حلاوه من ريحه السيد البدوي، جايين على اسمك ويستاهلوا بقك والله. غور يا مصطفى، غور السعاد يا مصطفى، مش طايقاك، وربنا ارجع في كلامي وامشي التحقيق. خلاص ملكيش في الحلو بقى، نعمل ايه؟ بعد اذنك يا أبلة، بقولك ايه، النبي ما تزعلي مني، حقك عليا. ايه ده؟ المس انصاف؟ الحياة قبل حياة، دي المس انصاف كانت بتلمع عكر برا. اتفضلي يا مس انصاف، اتفضلي. انت مش هتبطلي تدقي المنايل ده يا انصاف؟ والله ما كان قصدي يا قبلة، ده انا جايلك عادي، لقيت صوتهم جلجل من جوه، قلت اقف استناكوا تخلصوا. وهو اللي بيستنى حد بيلزق ودنه زي دراعات الاخطبوط على الباب كده يا انصاف؟ طب بلاش مصطفى، اهم دهوله مش هيفرق معاه. البنات والمدرسين والموظفين يقولوا ايه؟ دول مسميينك حرب الجيل الرابع يا انصاف. ما هو الصراحة لو ما قعدتش على الصغيرة قبل الكبيرة في المدرسة الدنيا هتفرط مني، ومعرفش ايه اللي بيحصل فيها. وجايبالي انهي مصيبة بقى المرة دي يا انصاف؟ ارحميني ارحميني، ما عداش لسه اسبوع على عزراء الربيع اللي جبتها لي البيت اخر الليل. صحيح بتتابعي معاها ومع الاخصائية الاجتماعية ولا لا؟ ودي حاجة تفوتني برضو يا أبلة، ده أنا خليت منال الإخصائية تروح لها البيت كمان، تتابع مع أمها وتتأكد إنها كويسة. هو أنتي مش أنتي فيك العبر يا أنصاف؟ بس شاطرة وقلبك حامي وما استغناش عنك أبدا، صراحة ربنا. تسلميلي يا فهماني وعجناني وخبزاني يا أختي، فوتك في الكلام. قولي يا حبيبتي، ما أنا عارفة دخلتك عليا دي مش هتبقى منزوعة الدسم أبدا، ضروري سحبالي مصيبة في ديلك، تفضلي. لو النبي يا أبلة، مش مصيبة قوي يعني. اشجيني. غدا في تالتة رابع قربت تتجوز نسبة الغياب، سألت عنها زملائها، العيال قعدوا يتأمزوا ويتلمزوا. يتأمزوا ويتلمزوا؟ ليه يا أختي؟ أنت وكيلة مدرسة ولا كياسة في حمام التلات؟ القصد يعني يا أبلة، جبت أقرب صحابها وعرفت منها إن البت أبوها هربان وأمها اتسجنت، والبت يا حبة عيني قاعدة بإخواتها وخايفة تيجي المدرسة من كلام وتنمر البنات عليها. أبوها هرب وأمها اتسجنت؟ وإحنا المفروض نعمل إيه بقى؟ ندور على أبوها ولا نقوم لأمها محامي؟ هو أنتي مفيش مرة تجيبيلي عيلة ساقطة مثلا، بنت بتشرب سجاير في الحمام، بنت بتتعاكس قصاد باب المدرسة؟ ليه كله ضرب ضرب كده؟ مفيش شتيمة يا أنصاف، أنا نظرة مدرسة يا ماما، مش برنامج المسامح كريم يا نهار أسود.
ما المشاكل اللي بتقولي عليها دي جبرت من زمان يا أبلة، ده الفيرجن الجديد. ماشي يا أنصاف، ما كتبوش لما سموكي حرب الجيل الرابع. والله المهم خلي منال تجيب لي البنت على مكتبي، وبلاش تروح فصلها عشان زمايلها ما يقولولهاش حاجة تضايقها. تجي لي على مكتبي الصبح وتستناني فيه. من عناية يا أبلة. وصحيح ملوش حق أستاذ مصطفى، يعني دي الأستاذة نجلة متربية أحسن تربية. امشي يا أنصاف. نعم. إيه إيه إيه؟ امشي 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 يا إنصاف، امشي لخليكي أنتي بطلة المصيبة الجديدة. امشي. طب بعد إذنك يا أبلة هروح ألحق بسرعة منال الإخصائية. الأستاذة نجلاء متربية أحسن تربية، إيه اللي ما شافت التربية ولا سمعت عنها؟ ده جوزها ده ليه الجنة. يا لهوي. سكت البنت دي يا مصطفى، مش عارفة أشوف اللي ورايا. ما تسكتيها أنت يا نجلاء، أخلص المواعين ولا حل الواجب للواد ولا سكت البنت ولا أعمل إيه؟ فينك؟ فينك يا أمه؟ ده أنا ما كانش ليا البهدلة دي والنبي، فينك؟ أمه أصلك أنت بتعمل ده وأنا قاعدة بلعب بابجي. بتلعبي إيه؟ المزرعة السعيدة؟ قديم وبيئة. نعم؟ لعبة جديدة يا مصطفى، ما ينفعش أقول عنها حاجة. لعبة يعني؟ أنا أغسل وأكنس وأرضع وأنت تلعبي. يقدرش يا حبيبي، من إمتى أنا بلعب؟ أنا بصمم الألعاب، بيطلع عيني وبتتفلق دماغي وبجيب دخان من وداني عشان أصمم الألعاب والأبس اللي بعملهم. أبس تفر من بقك؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ببلاش قلة أدب. تطبيقات يعني؟ تطبيقات يا مصطفى، تطبيقات. يا سلام، ما تقولي تطبيقات، ده النبي عربي وجوزك مدرس عربي قد الدنيا. أنا بقى مش بتاعة عربي يا مصطفى، أنا مهندس الكمبيوتر يا مصطفى، وخلص غسيل المواعين يا مصطفى، وسكت البيت يا مصطفى، وذاكر للواد يا مصطفى. حاضر حاضر يا حياتي. الله، وأنا قلت حاجة؟ ماشي، بس بعد إذن الكمبيوتر ممكن يعني تسكت البيت قبل ما تموت من الجوع؟ عشان دي جعانة، وعدم لا مؤاخذة أنا ما عنديش التطبيق اللي بيرضع العيال. دي عندك فيها حق. طب هخش رضعها، وانت تسليت ايدك من المواعين تذاكر للواد، وبعدين تصحح الروايه اللي جبتها لك من دار النشر. حاضر حاضر. رحمتك يا رب، رحمتك من الوليه وامها وامي والطلبه والمدرسه والكل كليله. امي ملففاني وراها وجه بحري كله، والعيال مطلعين عيني في المدرسه، وامها غسلاني ومشطفاني وكوياني ومطبقاني، وبنتها قربت تخليني اسحف على بطني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.